وقع المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة عدن بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي عقود 4 مشاريع صيانة وتأهيل لعدة طرق في محافظات عدن وأبيني ولحج. وقد ألقى وزير الأشغال في مستهل مراسم التوقيع كلمة أشاد بالجهود الكبيرة التي يقدمها صندوق صيانة الطرق في التغطية التمويلية المقدمة للمشاريع المستهدفة التي جرى التوقيع عليها ومدى أهميتها. من جانبه عبر المهندس معين على أهمية تواصل جهود الصندوق للعمل فيما يصب في مصلحة تعزيز التنمية المستدامة بكافة صورها.